بس اللغة العامة هناخد إعراب كلمة جميع. طبعا كلمة جميع لها عدة إعرابات. أول شيء حسب موقعها في الجملة إذا لم يتصل بها ضمير. أقول جميع الطلاب مجتهدون، فجميع هنا لم تتصل بضمير فأعربت مبتدأ مرفوع على مترفع الضم. حضر جميع الطلاب جميع فاعل مرفوع على مترفع الضم. إن جميع الطلاب مجتهدون، طبعا جميع اسم إن منصوب علامة نصبه الفتح. سلمت على جميع الطلاب يبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، يبقى جميع تعرف حسب موقعها في الجملة إذا لم تتصل بضمير. الإعراب الثاني توكيد معنوي إذا اتصل، لابد أن يتوفر فيها ثلاثة شروط. أول حاجة إذا اتصلت بضمير تحذف من العبارة ولا تؤثر فيها وجود المؤكد. تعال نجرب، الطلاب جميعهم مجتهدون. إذا حذفنا كلمة جميعهم يبقى الطلاب مجتهدون، يبقى مبتدأ وخبر، يبقى جميعهم جميع توكيد معنوي مرفوع علامة رفع الضمة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الطلاب جميعهم مجتهدون، يبقى جميع إن الطلاب مجتهدون يبقى جميع توكيد معنوي منصوب علامة نصبه بالفتحة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. فتوكيد معنوي إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة اتصال الضمير تحذف من العبارة وجود المؤكد. رقم ثلاثة أو الإعراب الثالث حسب موقعها في الجملة وأيضا تكون متصلة بضمير ولكن لا يتصحص فيها من العبارة مثل حضر جميعهم، فهنا كلمة ما ينفعش نحذف أو تحذف من العبارة ونقول حضر ونسكت، يبقى هنا جميع فاعل مرفوع على رفع الضمة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. جميعهم مجتهدون، مش هينفع نقول مجتهدون ونحذف جميعهم، فيبقى جميع مبتدا مرفوع على رفع الضمة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إن جميعهم جميعا اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. عند حسب موقعها في الجملة إذا كانت متصلة بضمير ولكن لا يمكن حذفها من العبارة. رابع مبتدأ ثاني إذا كانت متصلة بضمير ولا يمكن حذفها من العبارة. عندما أقول المعلمون جميعهم مشعل للعلم، طبعا مش هينفع نحذف جميعهم ونقول المعلمون مشعل للعلم. طبعا هنا مشعل هتبقى المفروض إن هي خبر، بس مش هتنفع، مش هتطابق المبتدأ في العدد ولا النوع، وبالتالي جميعهم هتعرف مبتدأ ثاني، جميع مبتدأ ثاني مرفوع على رفع الضمة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، مش على خبر مرفوع على رفع الضمة، طبعا خبر المبتدأ الثاني مرفوع على رفع الضمة، والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. عكس لو قلنا مشاعل يبقى في الحالة دي هتعرف توكيد. لو أنا قلت المعلمون مشاعل للعلم يبقى هنا تعرف توكيد. الطلاب جميعهم مجتهد، يبقى جميع مبتدا ثاني ومجتهد خبر المبتدا الثاني، والجمله المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. يبقى جميعهم تعرف مبتدا ثاني اذا اتصلت بضمير ولا